عام 1798 الغائد نابليون بونابرت قاد الحملة الفرنسية على مصر وانتصر على الدولة العثمانية وطردهم من مصر. بعدها شاف الأوضاع في مصر أنها سيئة وما يقدر أن يسيطر على مصر. هو كان رجل يحلم أنه يحكم مصر، حتى قال له مقولة أنه إذا حكمت مصر تقدر تحكم العالم كله. بس شاف اقتصاد مصر طايح والثورات قامت تطلع اليمين يسار، والبريطانيين والدولة الروسية والعثمانيين اللي هي كانت الخلافة العثمانية محاوطين ومحاصرين. فقال حق كليبر الغائد حقه، قال أنت حكم مصر كون ولي عليها وأنا بروح فرنسا. قال له أوكي. سنة 1799 حكم كليبر مصر بعد الغائد نابليون بونابرت قبل يرجع إلى فرنسا. نابليون قبل يطلع قال حق كليبر: احترم الناس تحترمك، لا تهينهم ولا يهينونك، إذا كنت معاهم راح يكونون معاك. قال كليبر: من عينة تنتين أبشر. حاضر. وسمعا وطاع. قال له نابليون: يلا سلام. قال السلام، ما تشوف شرطة الأمر. ويروح نابليون وكليبر يسوي مأساة في مصر، حرق النساء والرجال والأطفال والكبار بالعمر اللي هم الشيبان، أهانهم إهانة لدرجة الناس اللي يتسولون كان يمد لهم إيده اليسار عشان يبوسونها عشان يعطيهم فلوس. هم يدرون أن الفلوس اللي يعطيهم إياها من خيرات مصر. في الوقت الوقت هذا لما كان كليبر مسيطر على مصر ويذبحهم ويهينهم، طلع شخص ما حد توقع، سليمان الحلبي. سليمان الحلبي كان في مصر وراح الرجال، لا عفوا، كان في حلب وكان في سوريا حاليا، كان في سوريا لما راح دخل على القدس، بعدين راح مع غافلة، كانت الغافلة فيها دخان وصابون، فراح فيها من القدس إلى مصر. لما راح مصر الرجال استانس، شاف مصر جميلة وحلوة، بس شاف إن الشعب اللي موجود في مأساة. هو طبعا كان له دراية بالموضوع أن كليبر والفرنسيين قسوا مصر، بس ما كان يعتقد أن الشعب المصري في المأساة هذه. فغرر غرار اللي أسعد الشعب المصري واعتزت فيه سوريا أن يقتل القائد كليبر. وطبعا لما دخل راح إلى الأزهر وقعد هناك وتعرف له على شباب في حلب، دار أنهم في حلب ساكنين في حلب، فقعد معهم يسولف: يا جماعة الخير، أنا عندي موضوع ودي أقول لكم إياه. قالوا له: تفضل، وش الموضوع؟ قال: الموضوع يا طوال العمر أني أبي أذبح الغائد كليبر. قالوا: الله يهديك، قصر صوتك لا يجي الونيت الأسود. إيه، فقصر صوتك عشان ما يجي. كلام عليكم، خلوها علي، أنتوا بس استروا على الموضوع وازهلوا. قالوا: طيب. فقرر أنه يلبس لبس الشحابين وسوى نفسه أنه مسكين ومحتاج. وسنة 1800 دخل إلى حديقة كليبر، وكان كليبر سلمكم الله قاعد يأكل، يعني قاعد يتعشى مع كبير المهندسين معه. فهو قال حق الحرس: أبي أدخل على كليبر، أنا مسكين ومحتاج، تكفون. كليبر شافه وقال نادوه ومد لأيده عشان يبوسها ويعطيه فلوس. أول ما مد إيده كليبر، سحب إيده وطعنه 6 طعنات. كانت الخنجر، كان الخنجر مسموم. تخيلوا أن 6 طعنات مات في الطعنة الأخيرة اللي هي سادسة.
المهندسين قاعد يصارخ أول ما شاف المنظر المرعب هذا، وعلى طول مسك السكين وحطها في فمه من هني وذبحها. بس طبعا ما أعتقد أنه طعنا من هني، طعنا في بطنه، بس أنا حبيت أمثلكم وأحسسكم أن المشهد فعلا صاير قدامكم، فعلى طول طعنا. مات كليبر ومات المهندس كبير المهندسين، فاختفى سليمان الحلبي على الانبار. تخيلوا وين اختفى؟ أصدمكم؟ بالحديقة اللي جنب قصر كليبر. الرجال ما 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 دخل على على ربعه أو بلشهم، لا، اختفى بالحديقة اللي جنب قصر كليبر. بعدها قاعد يبحثون عنه، ودخلوا طلعوا الجنود، الجنود طلعوا وقاعد يذبحون الأطفال والنساء والرجال، يذبحوا النساء والرجال والأطفال والشيبان عشان يبحثون عن شخص واحد فقط. أنتم متخيلين بشاعة المنظر اللي صارت في مصر، في القاهرة تحديدا؟ فلقوا سليمان الحلبي في الحديقة اللي جنب قصر كليبر منغش. فمسكوه، أول ما مسكوه قالوا له منو معك؟ قال ما معي أحد. قالوا منو معك؟ قال ما معي أحد. قال ما تبي تعترف؟ قال ما معي أحد. قال طيب. المحاكمة هذه استغرقت 4 أيام، والمشكلة اللي صارت لسليمان الحلبي والغثة اللي شافها ان خذوا كل ربع اللي كانوا معه في السكن في الازهر. انتم متخيلين لما مسكوا ربعه وحاكموهم وحققوا معاهم، قالوا لهم انتم كنتوا تدرون عن الجريمه وسكتوا؟ قالوا لا، احنا سلمكم الله والله ما ندري. عبالنا الرجال يمزح ويضحك، بس احنا ما اعتقدنا انه يسوي الفعله هذه. قالوا اجل، أنتم محكوم عليكم بالإعدام شنقا حتى الموت. بس اللي أصدمكم، يليت إنهم ماتوا شنقا حتى الموت. هذه أرحم من اللي سووها فيهم، واللي سووها في سليمان الحلبي وبشاعة المنظر اللي صارت في جبل اللي يتسمى جبل العقارب. سليمان الحلبي كان مربط طبعا، ما ذبحوه او ما عدموه قبل جنازة كليبر الخسيس. اول ما دفنوا كليبر في حديقة قصرة عدموه طبعا. بعد ما دفنوا كليبر في حديقته في مصر، ودوهم كل ابوهم الى جبل العقارب. هذا الجبل شافوا منظر الحكم اللي صار على سليمان الحلبي، يحرقون ايده اليمين اللي طعن فيها الخسيس كليبر ويعدمونه بالخازوق. فاعدموا كل رب سليمان الحلبي، في واحد ذبحوه بالخازوق واثنين قطعوا روسه على ما اعتقد. ف شنقوا عفوا اعدموا سليمان الحلبي في الخازوق، وخذوا للمعلومية، بقول ما ذبحوا اثنين من ربع سليمان الحلبي للمعلومية، قطعوا رؤوسهم وحطوهم في الرماح ويمشون فيهم في القاهرة، يمشون فيهم في القاهرة. فهذه الحسرة اللي صارت لسليمان الحلبي قبل موته. طبعا خذوا راس او عظام او جمجمة سليمان الحلبي وحطوها في متحف الانسان، وحطوها جنبها جنب عالم عندهم او فيلسوف، والله العظيم اني ماني ذاكر اسمه، بس حطوا جمجمته جنب هذا الفيلسوف وقالوا جمجمة عبقري، جمجمة مجرم. لا والله مو مجرم إلا شهيد، ومصر وسوريا كلهم يعتزون فيه وإحنا نعتز فيه. الله يرحمه ويغفر لهم جميع. وأنا إلى هنا أنت تغصتنا.